مرحبا. بعدنا بسيلينيوم أو بدنا نتحكم بالبراوزر بدنا نعمل له أوتوميشن، يعني مثل بوت تقريبا. فنحن شغلنا بنشتغل إنه يتحكم بكروم براوزر، فبدنا هالمرة نعمل أبلود لفايل. قد يكون إيمج، قد يكون أي شيء، بس هو بشكل عام هو فايل. بحالتي هون هو إيمج، وأنا بعمل أنا أبلود ل صفحة جوجل. هاي احنا عنا هون، بس نفتح جوجل عندي هيدا الزر اللي هون للسيرش باي ايمج، برجع وراه بعمل ابلود فايل، وهون بفوت حقيقة الباث للفايل. هون في فوتو، اذا فوت الباث للفايل هون مثلا، انا عندي فايل، عندي صورة حلوة، عندي صورة حلوة، هذا هو الباث تاعه. اوكي، فهون اذا بقول له اوبن، اوكي بده يعني بس شيل. انا كنت مضطر اني اكتبه بهالاسلوب هذا هون. تمام، فبده يعمل له ابلود وبس بورجيني النتيجة. فهيدي هي كل هالعمليات. هاي هالمرة بدي اعملها اوتوميشن، وهذا الهدف من هالفيديو. يا سلام، هيدي هي الصورة، صورة كتير حلوة، وهي عم بلاقي اشياء بتشبهها وهيك، ما شاء الله. فهيدي هي الفكرة. طيب كيف بدنا نعملها هاي؟ بدنا نستعمل حقيقة كل ال هون اعتمدت على هذا الويب بيج اللي هون، عم حاطين هن طريقتين. هقول الطريقتين شو هن. للأسف وحدة منهم ما زبطت معي. خليني بس حط الرفرنس، خليني نحطه. أيضا بشكل أساسي يعني خلينا نحطه هون إذا بدنا، مشكلة. أو حتى أحطه فوق هيك أحسن. مازال هيدا بس لنختار صورة. فالعمليات كلها تقليدية، ما في شي جديد. بعمل كليك بالأول، بدي ننطر بس تقلع هاي، بس يجهز هالبطن. هيدا البطن هو هون انا مسميه ايمج ابلود بطن. وطبعا عرفت الاكس باث تبعه، هيدا الاكس باث تبعه. طبعا هالاكس باث بده يكون من بدي افتح كروم، وبدي افتح الانستنس للكروم. هذا فايرفوكس، لازم افتح كمان، مش اي كروم. مثلا انا عندي هون نازل كرومين، فيمكن واحد منهم بس هو لازم اعرف الانستنس تاعيته. بدها شوي بحبشة، يعني لازم واحد مثلا كيف، يعني مثلا احلى شيء انه يفتح الانستنس اللي خليه هو يفتحها، او انا حدد له اياها هون وين بهاي بالكروم. هون هون في حط له الباث هون مثلا، بعتقد هيك. هون بتقول له الاكزيكيوتبل باث، بتقول له وين هو مثلا، وين الدوت كروم دوت اكزي موجود عندي على الكمبيوتر. فلازم افتح نفس الكروم واعرف نفس ال يعني استخدم هيدا، واستعمل بعمل انسبكشن على نفس ال حتى نوصل لنتيجة. بجوز يكون مغير هيدا الاكس باث مثلا بين فايرفوكس او بين شي كروم تاني او شي. ما في شي جديد عاد. هلا هيدي الشغلة بنعرف نعملها. كمان هي الشغلة بنعرف نعملها، انا فيي اروح لهون وبعرف اني اكبس على هاي، بس حقيقة الطريقة الاولى مش هي اني اكبس على هاي، بل الطريقة الأولى، الطريقة الأولى مش إني أكبس، الطريقة الأولى بعينه لهذا، يعني بعمل مثل بحصل عليها الألمنت طبعا من خلال الإكس باث دايما. عشان الإكس باث تاعي إيه صح، أنا هون عم بقول this strategy didn't work unfortunately، اللي هي هيدا الاستراتيجي اللي هون، اللي هي هاي بالتعاون مع السند كيز. بس بيعملوا هيك، بس بيعملوا سند كيز وهون بحطوا الباث، ما بيعملوا اكثر من هيك. ما هذا الشيء كافي لحتى يعمل ابلود للايمج. اوكي، بس تعمل سند كيز، يعني كاني انا كبست عليه، يعني ما قلت له كليك هونيك، بس كاني كبست عليه
كأني اخترت الصورة اللي بدي اياها اللي هي هاي، وكأنه عم يعمل بلش ابلود لحاله. فكلهم هول بس بكلمة واحدة اللي هي ساند كيز. هلا اللي تحت هون مش ضروري، هن الشباب مش حاطينه بهداك الويب بيج، يعني هي حياة هذا هو ال not needed، هي كاتب هون not needed. هاي الطريقة الأولى ما مشيت عندي للأسف. الطريقة الثانية هي لا، اني اعمل كليك لإله، وهذا شيء منطقي اكثر، واني استخدم شيء اسمه باي اوتو جوي. باي اوتو جوي يعني من الجرافيكال يوزر انترفيس، بيروح بيقول لك انا بدي اكتب بقلبه شيء، وهيدي فكرة حلوة، لأن انت بالنتيجة ما كبست عليه طبيعي طلع لك جرافيكال يوزر انترفيس. هي انا كبست هون، انا كبست على هيك، لو عملت كليك هون طبيعي طلع لي هيدي جوي. فهذا الجوي لازم انا اقول له رايت هون، رايت هون، ولازم اكبس له انتر. فهيدا الرايت هون بهيدا الباث، الباث هو هون مثلا الايمج تاعيتي، الصورة الحلوة هاي، هيدي الصورة مثلا انا عندي على الكمبيوتر، هيدي هي هذا اللينك تاعها الفول باث. الفول باث، ف بحطه هون رايت، بعدين بقول له بريس انتر وبيمشي الحال. ولكن مش دائما بيمشي الحال، لازم نعمل شوية زمن، وهذا الشيء شوي منطقي، لأنه أنت انتبه، أنت هون عندك كليك وراها دغري عم تقول له رايت. طب بجوز أنت يعني ما يلحق، بجوز يكون بطيء شوي البراوزر، يعني إنه أنت عملت كليك وبعده ما فتح الجوي. طب ما فتح الجوي عم تقول له رايت، فهيك بتلبكه يعني، او ما او يمكن ما يعرف، ما يوصل لنتيجة. فانا الخيار اللي طلع معي انه انطر لك شي ثاني مثلا، هي تنجربه سوا. فحقلعه عمليات حلوة، كل الاوتوميشن فيه شغلة عن جد مهضومة، هذا يعني هو بكل ما للكلمة من معنى. اوكي لك ما احلى، كبس حط بيطلع لي، شو بدنا بعد احلى من هيك؟ والف مبروك، ثاني بزياده عليه. خلينا نشوف النتيجه سوا. هاي الصوره تاعيتي عمل لها ابلود، وهلا هون حيحط لي النتائج. فهذا كل شيء، واتمنى لكم التوفيق والى المزيد من الاستقلال دوما.